لان مش الكرام مش دخلنا شفتوا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا مشاهدي قناه شفتوا احنا الان كنتواجدوا بالقرب من شارع مولاي اسماعيل او هذيك كتسمى طريق الرباط. يعني كيف ما كتشوفوا معنا حادث سير اللي وقع ما بين سياره ودراجه ناريه ومن الموتور صراحه مقصح ومعت. يعني كيف ما كتشوفوا معنا يعني دائما كنبغي نحضر مستعملي الطريق ولا مستعملي الدراجات الناريه حدا وراسهم يتوخاو الحيطه والحذر. راه دائما ما كيوقعوا حوادث سير خطيره وتقدر تؤدي حتى للوفاه. يعني كيف ما كتشوفوا معنا هذا جاي من هنا وهذا جاي من هنا فضربوا الباب دخل فيه نيشان في الباب. قلبوا في الموتور شنو وقع عليه. فنسأل الله السلامة والله القاسم. إنسان يحضر راسو في الطريق، راه الطريق ما فيهاش الثقة. أنت غادي مزيان. أيه أنا غادي محترم إشارة المرور ديالي، محترم الطريق ديالي، ولكن واحد خر راه ما كاينش هنا. واحد خر راه جاي بسرعة، واحد اخر راه باغي غير يدوز ويحرق الضوء الاحمر. فهاد الشيء كيأدي هو انتكم كتشوفوا قدامكم بسرعه باش ديزين وحارق الضوء الاحمر. فهاد الشيء كيأدي بحوادث سير خطيره تقدر تؤدي حتى للوفيات. هنايا في طريق الرباط بالقرب من شارع مولاي اسماعيل. يعني هذه المنطقه هذه معروفه بكثره حوادث السير. المنطقه هذه معروفه بالكسيد اخويا. هذه راه طريق الرباط بالقرب من شارع مولاي اسماعيل. طريق الرباط اخويا، شارع طريق الرباط في كازا.